اهلا بحضراتكم من جديد، والجزء الاخير في الفقره الحواريه مع الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. الوقت بيجري معاك بسرعه جدا، والوقت ممتع جدا معاك في التفاصيل بنتكلم فيها. بس هسألك اسئله سريعه. ماتش الاهلي يوم 10 ديسمبر في كاس الرابطه هيتلعب ولا هيتاجل، ولا ايه اللي هيحصل مع الرابطه في الايام اللي جايه؟ لازم يتاجل طبعا. انت بتتكلم ان هلعب الاهلي هيلعب يوم 7، هيجي يوم 8 الصبح الماتش اتحط يوم 10، والمفروض الاهلي يسافر في نفس اليوم عشان يلعب نص نهائي الانتر كونتيننتال. وبعد كده هنا الحته دي، بس لائحه العقوبات اللي معموله بتاعت كاس الرابطه دي اعلى من لائحه عقوبات اتحاد الكوره كاس مصر، اعلى من عقوبات الدوري نفسها كمان. الدوري كمان يعني انت بتتكلم ان النادي ما لقاش 5 مليون جنيه، فلا يعني اتمنى ان في يعني في اعاده هيكله للكيانات الموازيه دي تدخل ترجع تاني تحت نطاق اتحاد الكوره، يبقى في تنظيم لكاس الرابطه. انت ما استغربتش من الميعاد نفسه؟ ما هم عارفين الاهلي راجع من جنوب افريقيا 8، ما هو مسافر 10. ما هو دي حته تبين لك ان في نيه، ان انت مش عايزك تلعب البطوله. ليه عارف. بالعكس، ده الاهلي المفروض اسمه ومكانته والاعلانات والقيمه التسويقيه من مصلحته ان يبقى الاهلي يكون موجود. انت عندك مساحات كبيره جدا الموسم، انت السنه دي موسم استثنائي، ما تلعبه في اي وقت تاني، ليه حط يوم 10؟ هو الغريب وليه بدل مسابقه بدري السنه دي؟ هو الغريب ان الجوله الثانيه في مارس 2025. طيب يبقى انت عندك وقت طويل جدا انك تلعب فيه. واحد يقول لك الاهلي يلعب الصف الثاني، فين الصف الثاني؟ بطوله 2005 بتاعت الصف الثاني بتاعت الفريق كانت موقوفه بقى لها شهر ونص بسبب منتخب ميكالي، فانت هترجع بماتشات مضغوطه، فبالتالي ما فيش وقت انك تلعب فريق منهم يلعب معاك في كاس الرابطه. طيب التحكيم ومشاكل التحكيم وللاسف اخطاء بتؤثر في نتائج المباريات. هو كل عقل امبارح اقر ان الاهلي ليه ضربه جزاء وليه هدف صحيح، وانت اتكلمت في الانترو كل. بس انا عندي سؤال للناس اللي هم المفروض بيقدموا نفسهم كرؤساء لجنه التحكيم، وانا هتكلم بالاسماء، الكابتن رضا البلتاج والكابتن جهاد جريش. امبارح طالعين انتوا الاثنين في شاشه تلفزيون واحده وطالعين ورا بعض، واحد فيكم يقول على ضربه الجزاء دي مش ضربه جزاء والجون جون، يعني اللي هو ايه يقرب واحده ويتناشى اللي بعده على طول، يروح قايل العكس بتاع التاني دي مش ضربه. طب الصوره اللي أنا لو انا كمان ادم مشاهد بس بسمعكم هقول انا ازاي بعد كده وانت جيت رئيس لجنه حكام اصدقكم؟ يعني كابتن انت كابتن جهاد جريش الاثنين كل واحد بيقدم نفسه رئيس لجنه حكام. طب انتوا واحد فيكم جه في يوم من الايام مصدقكم ازاي وانتوا الاثنين بتقولوا كلام عكس بعض في لعبه كره قدم واضحه للاعمى؟ الراي متضارب قصدك. والصوره انت لو واحد قاعد قدام التلفزيون بيتفرج عليك دلوقتي وقلت اثنين، واحد بيقول حاجه والتاني بيقول عكسها في واقعتين مع بعض، دي كارثه. وفي نفس المكان والاثنين ورا بعض، مفيش بص ما تقوليش خلاف على، احنا مش بنتكلم مثلا بتقول لك بقول لك اصل جد، انت تقول لي ما جدتش، دي كوره واضحه للعالم مش محتاجه اصلا الكلام اللي بتتكلم فيه ده. ممكن تقول مش ضربه، انتوا الاثنين تتفقوا مش ضربه، ارجعوا للجروب اللي كنت فيه في الاول. الجروب اللي كان فيه في الاول ارجعوا للجروب اللي كنت تتفقوا بتقولوا، وبعد كده تطلعوا تقولوا كلكم عجبك شكلها حلو والطف.